خليني انزل على مستوى يعني 18 شويه، خليني اقول في المعاملات من اول سن 13 وانت طالع تعامل مع الجنس الاخر. عايز حد يطلع يقول لي كده يوصفني، لو انا معايا بنت في سنتر في درس في مكان في بيت عيله في كذا، ولكن اتعامل معاها ازاي؟ مين يقول لي شكل التعامل؟ عيد السؤال. شباب 14 سنه يجاوب. 14 15 16. ها لو انا عندي بنت في محيطي كان انا كشاب مسلم عارف حدود وعارف موضوع الاختلاط وكذا، المفروض اعمل ايه؟ التعامل يبقى ازاي؟ ولو في احتياج لو في كلام او مثلا عايز مصاري او الاستاذ بعتني او والدتي هي في حاجه، التعامل يبقى ازاي؟ مين اللي هيحكي؟ يلا. بس الكيس الفوش ده انا خليته غالي. طب ايوه هم الصف الاولاني هنا كله كله يصحى يصحصح. في مشكله انا احكي؟ تمام. بس انا عايز اسمع من سن 14، اسمع منك على ما يفكروا شويه. تمام. يعني في مثلا في الدين يعني فيش شيء في الدين ينص على انه الكلام الضروري بين الاناث والذكور محرم. يبقى نسعى رقم واحد انه ما يبقاش في اختلاط، ويبقى الامر لو حصل يبقى للضروري. شكل ما يحصل للضروري، مين الشكل؟ يعني يكون يعني بدون مياصه، يعني بدون مياصه من البنات ولا من الشباب؟ من الطرفين طبعا. الشباب بيتميز ازاي؟ اتكلم عن صنف، قول لي الشباب بيتميز ازاي؟ ممكن زي ما حكيت انه يعني ست الكل، يعني مش شرط هاي الكلمة كلمة يعني قول كده يعني بس انه مختلفة اصل في حاجة تانية الحلقات دي. تمام. كلمات ممكن مش خاطر ايش رجالة صيادة يعني صياد بيمشي ورا ست، استحالة تقول لي الله يفتح عليك سقفة كبيرة معي وجل في حدود المعامله. طيب المسافه، تعالى بقى تعالى يا عم تعالى بس تعالى تعالى بقى تعالى انت ايوه تعالى قول لي المسافه تبقى بينك وبينها ازاي؟ هيك بيني وبينها كده. تمام. قول لي بقى هي قدامك اهو واطلب مني اللي انت عايزه، امك عايزه كذا، الاستاذ عايز مذكره، اي حاجه في امر ضروري وحصل انك انت لازم قول. الغبش لو سمحت تعطيني هذا الغرض. الله غض البصر يا حبيبي، انا والله لو كده سقفوا له يا جماعه. عندنا كمان هدايا شوكولاتات، ما فيش شوكولاتات؟ في ايه؟ لا هو اكيد في هدايا فيها فلوس كده ولا حاجه. لا لا هاتي لي شنطتي، هاتي لي شنطتي. لا مش هنضحك على الناس بس من المنبر. بص يا مهدي، لو انت فعلا بالسمت ده والشباب شافوك ان انت واقف على كده واقف بجنبه وما بتبصلهاش وغاطط البصر والكلمه على قد كده اعطيني هذا واعتذر، طب ما تستنى شويه، طب وكذا، هو انت عملتني ياخدك فين؟ انا طوارة ثم طوارة الى الظل. هات الشنطه فيها حاجه اكيد، الله ما يكونش العيال لعبوا فيها. الله يشكلكم بتتسرقوا الحاجه ده. قول لي يا يوم ولا فعلا. لا 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 ده بقى للعروسه اللي جايه. لا ايه ده؟ يا الله يا شباب بس ادي الضرب. لا يا راجل طب ما يطلع سقف كبير. انا احيي الشاب اللي يبقى صادق وما يديش صوره مثاليه، المفروض كذا وبتاع وبتاع. انتوا بتاخدوا على مهدي وقلت السؤال ده ايه؟ كان يعني بيجاوب عليه وقع فيه، انتوا هتاخدوا على مهدي من هنا لحد ما نروح له في عرس ونشيله وننططه ان هو ده تعامله مع نفسه. شفتوا هو عمل ايه؟ وزقفنا له وخد هديه والكلام ده، هم شاهدين عليه. كام شاب موجود هنا؟ اقول مثلا اهو حوالي 30 35 شاهدين عليك يا مهدي لو انت خرجت بره الاطار ده. لما اجي اتعامل ده كان في فيديو عامل مش عارف 7 مليون تقريبا دلوقتي لشاب قلنا يعني مرحله متوسطه، ممكن يكون مثلا تابع نادي او حاجه، ونازل من المسجد فالنساء طالعين. فعمل ايه؟ موجود على كل المجال. ما
مسك في سور السلم كده اهو وعمل كده اهو لحد كل النساء ما طلعوا، وبعد ما طلعوا خد بعض ونزل. التعامل في حدود زي ما ربنا ما قال في الصبور اللي انا كنت ارسم لكم الحدود، ربنا عاملها يا بنات ويا شباب زي اطر. انا هجيبكم هنا دلوقتي اصبروا على نظبطهم الاول. زي اطر كده، شفتوا الاطار بتاع الصوره؟ انت جواها تعمل تتكلم تتعامل الا الحدود. لو جيت على اطار الصوره تقع، تطلع بره الحدود دي تقع. كل امر الله عز وجل قال لا تفعل، لا تفعل الا مقدمات الزنا، قال لا تقرب. مجرد الكلام قام انت مش غاضب بصرك والنظره، مش انا اللي بقول، النبي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه بريد الزنا، ما المفروض ان انا غض بصري. يا علي لا تتبع النظر النظر. كانت الصحابيه كانت توصي زوجها قبل ما تنزل بالمال الحلال، وانك لا تتبع النظر النظر. الاولى لك والثانيه، الاولى كده اللي جايه كده، الاولى اللي جايه بقى قلب الدنيا والعربيه والشاسيه وجبر هدومهم. لا، غض البصر. غض البصر معناه ان انا قلبي طاهر، ان انا مؤمن، لان قال كل المؤمنين ان انا فيا صدق الايمان. غض البصر يرزقك فراسه، الفراسه يعني تبقى ذكي. غض البصر يعينك على قيام الليل. غض البصر يعينك ان يبقى كلامك صادق. كل ده اطهر لقلوبكم، اطهر لقلوبكم. وهو ده الفخ رقم. هو ليه بنقع؟ وبنشوف حالات عندنا في مصر اكتر من حالتين دلوقتي، مش بقى لهم شهرين ثلاثه ترندات، كل يوم قصه، فلان وزعلان يقول الاسماء. هو رفض ان هي رفضت حبه. عايش في ادارها وفي فلاتها وبتدور حول الراحه عندها، فلما رفضت حبه هو ما قبلش كده. ليه؟ لان الافلام مطلعه كده. الفتوه القبضاي اللي بيروح ياخد حقه بدراعه، اللي معرفش ايه، اللي ما وفيتيش هجيبك غصب عنك، يبقى لا بتاعتي يا مش بتاعت غيرهم جاي. عمل العمله بتاعته خلص على حاجه، ده مش حب، ده كلام فاضي. السمت اللي انا عايزه في المواصفات، كل المواصفات اللي انتوا كنتوا هتقولوا عليها صح، كل المواصفات كنتوا هتقولوا عايزه تقيه نقيه صالحه قرانيه ربانيه مش نكديه فتكوشه حلوه صادقه بتصارحني، كل الكلام ده صح، ده من حق. لكن شكل التعامل الاولاني هو ده اللي احنا عايزينه. عشان كده كنت طالبه من شباب 14 سنه دول الشكل اللي هو غض بصر، كلام في الحدود، الكلمه. طب اللي قدامي بيتفتح وانا عارف وعماله ابنه بيتفتح في الكلام، اقفل في الكلام، بس اقفل.